بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الخشاف بالسوبيا. عندنا بلح ناشف بأي كمية، وهنشطف البلح كويس وهنضيف معاه مشمشية او قراصية على حسب ما احنا عايزين، وهننقعهم في مية من غير سكر لحد ما البلح يطرى معانا والمشمشية والقراصية. وبعد ما البلح يتنقع معانا هنصفيه من المية بتاعته. وهنضيف على مية البلح من بودرة السوبيا الجاهزة، ومفروض كوباية المية بتاخد معلقتين من بودرة السوبيا، انما احنا هنضيف كمية اقل علشان البلح بيكون نازل سكره في المية. وهنقلب كويس، ولو عايزين نعمل نفس الطريقة بالسوبيا الطبيعية بدل السوبيا البودرة، طريقة السوبيا الطبيعية الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو. ولما هنعملها هنستخدم مية البلح بدل المية العادية. بعد كده هنحط البلح في الكوبايات اللي هنقدمه فيها، وهنصب عليه خليط مية البلح والسوبيا. وخلاص كده بقى جاهز معانا، واهم حاجه نخلي بالنا منها كميه السوبيا اللي هنضيفها علشان ما يبقاش مسكر معانا زياده عن اللزوم. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وشكرا للمتابعه، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديده.